اقرأوا انجيل يوحنا الاصحاح 17 العدد 4 تجدوا مكتوبا في هذا الاصحاح المسيح يقول الحياة الابدية ان يعبدوك انت الله وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسل. هذا اقرار في الاصحاح 17 وفي انجيل يوحنا. انا الان استشهد بكتبهم استشهد بكلامهم. المسيح يقول لربه الحياة الابدية ان يعبدوك انت الله وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلت. اي ان المسيح رسول وانت الله وحدك لا شريك لك. اقرأوا انجيل برنابا اقرأوا هذا النص الصريح اقرأوا ماذا جاء في برنابا وهو احد تلاميذ المسيح. جاء بالحرف الواحد لما خلق الله ادم نظر ادم في السماء فوجد مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنص انجيل برنابا وبرنابا كان تلميذا مقربا الى قلب المسيح. ماذا قال برنابا؟ قال لما خلق الله ادم رفع رأسه الى السماء فوجد مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فقال ادم يا رب من محمد؟ فقال له الله تبارك وتعالى هو احد اسمائك ابعثه لاخلص به الناس من عبادة غير الله. هذا نص صريح. وجاعل الذين اتبعوك هم لم يتبعوه لان الذين اتبعوه موحدون بالله مقرون بان محمد رسول الله فوق الذين كفروا والذين كفروا هم الذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. اذا فنحن والحمد لله قد اتبعنا المسيح فلا يقنا انه رسول من قبل الله واتبعنا سيدنا محمد رسول الله فايقنا انه خاتم الانبياء والمرسلين. ولذلك عقد الخديوي عباس خديوي مصر عقد اجتماعا بين ممثل الملل حضره احد حاخامات اليهود واحد بطارقة النصارى ومثل المسلمين فيه الامام الجليل الشيخ محمد عبده. قال عباس اريد من كل واحد منكم ان يثبت لي انه هو الذي سيدخل الجنة. قال حاخام اليهود ارجو من البطريق ان يتكلم اولا. وقال البطريق ارجو من الامام محمد عبده ان يتكلم اولا. فقال الامام محمد عبده ان كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن سندخلها لاننا امنا بموسى. وان كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن سندخلها لاننا امنا بعيسى. واذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بالحبيب محمد.
لم يؤمنوا بالحبيب محمد. يا معاشر السادة، دين الاسلام دين حق، لانه لم يفرق بين احد من رسل الله، الكل يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. ولقد تعجبوا يا اخ الاسلام لتعصب النصرانية وسماحة الاسلام في الوقت الذي ذهبت فيه لجنة مصرية ليبية الى الفلبين لتقصي حقائق الموقف هناك، في الوقت الذي تعجز فيه اللجنة الثنائية تدور المذابح بين النصارى والمسلمين فتسفر عن قتل 50 مسلما، في نفس الوقت الذي توجد فيه اللجنة. يا معاشر السادة، لقد جاء يوم على مصر سنة 1965 كان الذي يقول فيه لا اله الا الله جهرا يصدر امر باعتقاده، اذا قالها جهرا، اذا اراد ان يقولها فليقلها سرا بحيث لا يسمعه الناس، فاذا قالها جهرا حامت حوله الشبه وتكون النهاية زلزال 19 في القلعة. حتى قرأت مقالا لصحفي هو الان بين يدي الله يلقى جزاء، اسمه لطفي حسونة، كتب مقالا سنة 1965 تحت عنوان ايها الناس راقبوا اولادكم في المساجد. سبحان الله، قلت لقارئ المقال في المساجد ام في المسارح؟ احد الكلمة مرة اخرى، راقبوا اولادكم في المساجد ام راقبوهم في المسارح؟ فقال لي انه يقول راقبوا اولادكم في المساجد. ماذا في المساجد؟ في المساجد مؤامرات، في المساجد مخططات، في المساجد كفر بالله. اذا راقبنا اولادنا في المساجد فماذا بقي؟ انطلق صراحهم للكازينوات، انطلق صراحهم لمواعيد القمار، وظل الفراغ الديني كما هو الى ان فوجئنا بمن يرفعون اصواتهم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. غزو ثقافي، غزو فكري. سمعت احد اصحاب المكاتب الكبرى زارته الاذاعة في مكتبته، ولما زارته في مكتبته سئل من المذيع سؤالا، ما هي الشخصية التي تعتز بها وقد غيرت مجرى الحياة؟ فماذا قال الكاتب الذي يتسمى باسماء المسلمين بدلا من ان يقول ان الشخصية التي اعتز بها هي شخصية الحبيب محمد؟ قال انني اعتز بشخصية غندي، واخذ يتكلم عن غندي الكافر عابد الجد، اخذ يتكلم عنه كلاما والله لا يستطيع ان يقول بعضه بالحبيب محمد. اهؤلاء هم الموجهون؟
هؤلاء هم المربون. غاندي، ماذا يكون غاندي بجانب السيد الجليل محمد؟ وها هو البروفيسور الكبير الاستاذ كمال اللذات يرسم لنا صورة في الاهرام يوم الاثنين، لو رواها الامام الشافعي لدعا من نظر اليها الى تجديد ايمانه. صورة وسماء استاذ الجيل في مصر البروفيسور كمال الملاق رسم صورة لامرأة فرنسية ترتدي المايوه فقط، وفتح فرق راسها دشا من الماء، وكتب تحت الصورة ماذا تفعل المياه المثلجة في لهيب الحرارة. ما معنى هذه الصورة؟ هل تخدم القضية السياسية؟ هل تخدم القضية العسكرية؟ هل تخدم القضية الاقتصادية او الاجتماعية؟ انها صورة هدامة، صورة مسمومة. اذا دخلت المحل ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. اذا اردنا ان ينصر الله فلننصر الله اولا. جودة القدس اكتسحت محافظات الشرقية والغربية والبحيرة، وقد زحفت في انوية لا يحصي عددها الا الله. المبيدات الحشرية غشت بالماء وبيعت في السوق السوداء، والطمير الميت يلعب دوره، ودودة القطن ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال العارف بالله ابو كلابة رضي الله عنه: رأيت سحابة تجري في السماء وسمعت صوتا يقول لها: صبي ماءك في حديقة فلان. وتتبعت السحابة ووجدتها تصب ماءها في الحقل الذي امرت به، فروته وسألت صاحب الحديقة: ماذا تفعل حتى سخر الله ملكا يسوق السحاب لتروي ارضك؟ فقال صاحب الحديقة: ان ثمار الحديقة اقسمها ثلاثة اقسام، قسم اتصدق به على المساكين وهو اعظم الاقسام الثلاثة، وقسم انفق منه على اهلي، وقسم ازرعه واعمل فيه. قال له: لهذا سخر الله لك السحاب لتسقي ارضك. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هل هناك من يخرج زكاة الثمار والزروع؟ هل هناك من يحقق قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده؟ اقسم لي بعض الفلاحين بالله ان الدودة اخذت تكتسح الارض امامها، ولكنها جاءت عند احد الحقول ووقفت ولم تتحرك لا يمينا ولا شمالا. ولما سألوا عن السبب وجدوا ان صاحب هذه الارض يخرج زكاتها كلما انبتت باذن ربها. ان الذي حبس الفيل عن دخول مكة
قادر على ان يحبس الحشرات عن زرع المسلمين. افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان ترفع راية المسلمين. اللهم ثبتنا على الايمان واليقين. اللهم اخرجنا من الدنيا غير فاتنين. فرج كروبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وفك اسرنا وارحم بعثنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واجهنا الى ما فيه رضا وانصرنا على اعدائنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واتق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.